مساء الخير زملاء. طبعا هاي الفيديو هو شرح عن المسألة بالمحاضرة الرابعة للمانومترات، واللي هو المانومتر المائي. أول شيء نشرح الشكل. هذا المانومتر المائي، هون في حوجة اللي خلينا نسميها A وهي B. للأسف مو باينين على الطباعة، شوفوا هذا الرمز B وهذا الرمز A، مو باينين على الطباعة. المهم هاي A وهي B، بده القراءات الجديدة بافتراض ضغط في A قد نقص بمقدار 10 كيلو باسكال. شو يعني قراءات جديدة؟ أول قراءة بتاخد 3 قراءات. القراءة الأولى اللي هي 80. هلا انتبهوا لشغلة، كيف بنعرف ضغط BA أكبر ولا ضغط BB أكبر؟ بتروحوا تاخدوا النقطة عند انتهاء السائل، فرضا هون، تمام، تمشوا خط أفقي هاي النقطة المابية. هلا بتشوفوا من هاي المستوى الأفقي السائل وين زيادته، باتجاه A ولا باتجاه B؟ يعني هون السائل حسب نظرية الأواني المستطرقة، لازم لو كان عندي هاي أنبوب، تمام، ليكون هي انبوب، الله يجعله انبوب. المهم لو كان عندي هون المنسوب السائل، فهون حسب مبدأ الاواني المستطرقة لازم يكون هون منسوب السائل، تمام، الا اذا كان في ضغط مطبق عليه. هلا لو الضغط هون، في هون ضغط وفي هون ضغط، لو هذا الضغط اكبر من هذا الضغط شو حيصير بالسائل؟ حينزاحك، تمام، صح؟ معناتها إذا كان عندي السائل باتجاه A منزاح، معناتها شو الضغط A الأكبر؟ هو B. أما باتجاه B منزاح فضغط A هو الأكبر. إذا فهون أنا عندي السائل منزاح بالنسبة لـ A، فضغط B هو أكبر. شو عم يقول لي؟ عم يقول لي بافتراض بده القراءات الجديدة بافتراض ضغط في A قد نقص بمقدار 10 كيلو باسكال. فالضغط ب A كان قليل وكمان بدي نقصه 10 كيلو باسكال، فشو حيصير؟ حيقل أكتر، يعني السائل حيطلع باتجاه A أكتر. فهو شو بده؟ شو يعني قراءات جديدة؟ بده القراءة من هون لهون، يعني بعد ما قل قديش حتكون القراءة هي، بده القراءة تبع هي 100 ميلي، ماشي، بس بعد ما قل هلأ هي لهون 100، بس مو قلنا حينزح السائل لفوق، فرضا ليكون هون، قديش هون القراءة؟ وآخر شي هو الطول المائل اللي حيكون حيتولد عليه الزئبق، تمام. خلينا نمشي هلا بالمسألة. الحل ناخد ونقطع نفس المستوي الأفقي، أخذنا 2 و1، تمام. هلا هو الفكرة، قبل كنا عم نوجد ضغط A، هون كان فرضا مفتوح، كنا نقدر نوجد ضغط A. طيب هون، هون مغلق وهون مغلق، تمام، يعني ان بدك تحسب وتوجد ضغط A لحال وضغط B لحال مستحيل تقدر. ليه؟ لان قبل كنا نوجد ضغط A بافتراض هاد مفتوح، فكان هون صفر نقطة، كنا ناخد هيك لهون، بس هون الاثنين مسكر فما في ولا صفر، ليك ما رح توجد معك لا ضغط A ولا ضغط B. طيب انت ما بدك لا ضغط A ولا ضغط B، انت بدك القراءات الجديدة، فانا هون مشان سهل على حالي باخد الفرق. فرق بين مين ومين؟ باخد بين الفرق بين الكبير والصغير. قلنا الكبير بيناته هاد وهاد شو؟ بي بي، لان السائل انزاح باتجاه A، فباخد بي بي ناقص بي A. طيب لتوجد بي بي شو هي؟ باخد هاي النقطة على نفس المستوى الافقي، بي
بي 2 فرضا شو بتساوي؟ هلا بي 2 تساوي بي 1 تمام؟ بي 2 شو بتساوي؟ هي الضغط عند بي زائد جاما بي اتش، جاما للووتر والاتش هي 0.8 متر، عفوا 0.08 متر. فهون اوجد بي بي بدلالة بي 2، يعني صارت عندي معادلة بي 2 تساوي بي بي زائد جاما بي اتش تمام؟ عند النقطة واحد شلون بدي اوجدها؟ هي البي اي زائد جاما بي اتش. بس انتبه عم اقول انا بال اتش باخذ ارتفاعات شاقولية فقط، يعني هلا اول شيء بلاقي عندي هون سائل وهون سائل، هون مي هون زئبق، فلهون 100 مليمتر هاي مي، فبقول هي ضغط النقطة A زائد جاما مي ب H للمي اللي هي 100 زائد جاما لل H G بال H اللي هي من هون لهون، يعني لهون ال H اللي هي من هون لهون هي شو؟ هي 0.5 يعني 50 ملي بساين الزاوية. هي الزاوية ليش؟ طيب ساين الزاوية انتبه انت عم تاخد هاي وهذا الطول المائل تمام، وهي الزاوية. طيب انت بدك هذا الطول الشاقولي، انت معك الطول المائل، فساين الزاوية هاي شو هو؟ هو المقابل على الوتر. انت الوتر معك يا تمام، فالمقابل شو هو؟ هو الوتر بساين الزاوية. اذا كون حصلت على المقابل تبع هذا، كون هون شو اوجدت؟ اوجدت بي واحد وبي اتنين تمام؟ هاي بي اتنين وهي بي واحد، وقلنا بي اتنين تساوي بي واحد هيك بساويهم بين بعضهم تمام؟ وبطلع بي بي ناقص بي، طلع طبعا بالجواب، بعود بطلع الجواب. هلا راح تقلي ليش حسبت اصلا هيك؟ هلا بنشوف ليش. ركز معي، لما يقول لك انه عندي وضع، يعني فرضا قديش حيصير شغله ماشي بافتراض انه نقصت بي بي او بي اي، تدرس وضعي، وضع قبل النقص ووضع بعد النقص. الوضع قبل النقص درسناه هلا قبل بشوي، الوضع بعد النقص شو حيصير؟ انتبه وركز معي. اللي حيصير هون انه هذا السائل قلنا رح ينزل لان رح يطلع منه تمام، فهي الفكرة. هلا ليش انا اوجدت هنيك بي بي ناقص بي؟ اول شيء اذا بجي على الوضع الحالي، هلا قلنا هي انا شو القراءات الجديدة؟ هي 80 زائد واي، هي الواي اللي هي بعد ما ناقص السائل تمام، وهون 100 ناقص واي بساين ال30، وهلا بنشوف ليه. المهم بس هي كفكرة، معناته انا كمجهولي هو واي. طيب شلون بدي اوجده؟ اذا اخذت الضغط عند 3، ما هو الضغط عند بي زائد جاما بي اتش، والجاما هي الووتر فرض فرضا، والاتش هي 80 زائد واي، فظهر مجهول. فالفكره كلها انه باخذ فرضا ضغط عند 3 و4 تمام، باخذ ضغط الثلاثه عن طريق بي بي، وباخذ ضغط الاربعه عن طريق البي اي تمام، بساويهم مع بعض. هلا ضغط البي اي معي انا، عفوا ضغط وبحط بي بي ناقص بي اي بطرف، لان بي بي ناقص بي اي انا اوجده من الوضع السابق، يعني الوضع الحالي، قلنا في وضع جديد ووضع حالي، فانا اوجده من الوضع الحالي البي بي ناقص بي اي، لهيك بيبقى عندي مجهول واحد اللي هو الواي تمام، هيك باوجد الواي. طيب نفهم اكثر بالحل، هون ما اوجد البي 3 عن طريق البي بي، وهون موجود بي 4. بس انتبه
بي 4 هي شو؟ هي بي ال جديده. طيب بي ال جديده هي شو؟ لا مو قلنا وضع جديد صار، فبحط بي ال جديده اكيد. بي ال جديده شو هي؟ هي بي ال قديمه ناقص 10 كيلو باسكال، وهون ضربت ب 10 قوه 3 رح احول للباسكال. لان شو قال لي بنص المساله؟ قال لي انه اذا نقص بمقدار 10 كيلو باسكال، فبحط بي 3 تساوي البي 4. تمام، بحط بي 3 تساوي البي 4. بس لأوجد البي 4 لكم شلون تتأوجد على الرسم. بي 4 هي شو؟ هي البي اي الجديدة اللي هي قلنا بي اي ناقص 10 ضرب 10 قوة 3. هلا زائد جاما بي اتش. الجاما اللي هي من هون لهون، انتبهوا من هون لهون، لان السائل ارتفع، فهاد زئبق امتلا هي الارمي، يعني مو عاد 100 ال اتش، لا هي من هون لهون، يعني هي 100 ناقص واي بساين 3. ليش؟ هون السائل نزل بمقدار واي، فهون بهذا المنوتر المائي راح يطلع بمقدار واي. راح تقول لي هي مسافه مائله وهديك شاقوليه، الفرق بيناتهم صغير، ليك اخذناها واي بواي. تمام، فنزل بمقدار واي راح يطلع بمقدار واي. تمام، اذا 100 ناقص هي الواي بساين ال 30 بيطلع معي هي. هي اول شيء. هلا قلنا زائد جمع للاتش جي بالمسافه من هون من عند 4 لعند هون هي 50. قلنا مسافات شرقولية بناخد 50 بساين ال 30 ما اختلفنا عليها، زائد قلنا مو هي واي المسافة المائلة، فإذا بدي الشرقولية واي بساين ال 30. طيب هي المسافة بيبقى بين هلا من هون لهون أوجدنا، بيبقى من هون لهون كمسافة شرقولية هي مو مثل من 3 ل 2 يعني الواي، فمن هون لهون كمسافة شاقولية شو هي؟ هي واي. تمام؟ فهيك بنكون أوجدنا بي 4، وبنحط بي 4 تساوي بي 3. بقلب البي 4 تساوي بي 3 بس لورجيكم. ليكا بي 4 تساوي بي 3، بخلي بي بي ناقص بي اي بطرف. ليش؟ لأن معي هون هدول قيمتهم من الوضع القديم، بيبقى واي كمجهول وحيد بالمعادلة، بحلها بأوجد واي. تمام، طلع معي واي. قراءة جديدة هي 8 لأن هي زائد واي، وقلنا 100 ناقص واي، وقلنا هي المسافة المائلة. هي المسافة المائلة يعني من الأربعة لهون شو هي؟ هي واي زائد 50 زائد واي على ساين 30. بس شيلوا هي، هي 50 بدون هي بدون واي، وغاية ساين 30 لان هي مسافة شاقولية واي. طيب اذا بدي المائلة، تمام هي واي على ساين 30. هيك بنكون خلصنا مانومترات ومفاقين يا رب.